مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا حلوين؟ طيبين إن شاء الله، عساكم بخير ومبسوطين ومرتاحين. معكم أخوكم عبد العزيز الجابر، مبتعث في أمريكا من 2011، محب للسفر، من إحدى أعضاء جروب جيب. عشان يبغى أغطي لكم إن شاء الله، فما يمديني أسوق وأصور، نخلي شباب يسوقون عني وبتكلم عن رحلتي إن شاء الله اليوم. محبين الرحلات، محبين الطعوس، يجوني. مقدمة عن جروب حقنا، هو عبارة عن جروب جيب، كل واحد ويكون معه جيب زي هذا. لفينا أكثر من 25 ولاية في أمريكا، وبإذن الله تعالى في الأيام القريبة راح نشق أمريكا كاملة خلال الشهرين الجاي بإذن الله. هذه من المقدمة البسيطة عن الرحلات اللي نسويها. احنا الآن لنا 3 أيام في ولاية كولورادو، خصيصا في دنفر، بس طلعنا من القرى اللي في دنفر ألا وهي ماذا. الرحلة عبارة عن 7 أيام، 3 أيام تستأجرها في كوخ ويومين تخييم. بعطيكم مقدمة عن القرية اللي احنا فيها الآن. احنا من أشهر الجبال في ولاية كولورادو، اللي هي روكي ماونتنز ناشونال بارك، معروفة بارتفاع جبال والهضبات حقتها. معظم الجبال ترتفع إلى 19,000 قدم، لكن السياح يستطيعون أن يزورون الجبال اللي من 7,000 إلى 10,000 قدم. الآن احنا في روكي ماونتنز ناشونال بارك، داخلين جواتها، نطلع بس نوريكم بوابة وكيفية الدخول. الدخولية اليومية $20. روكي ماونتنز ناشونال بارك فيها أكثر من نشاطات تقدر تسويها، عندك ركوب الأحصنة، عندك التزلج، عندك الأوف رودينج والتطعيس، عندك النهار. لكن مشكلتها بسيطة، لو هي مو كل النشاطات شغالة في مدى السنة، بعض الأنشطة ما تشتغل في الشتاء وبعض الأنشطة ما تشتغل إلا في الصيف. هذا موقعهم، على أرقامهم، على العنوان حقهم. احنا الحين عندنا الخريطة، خططنا اللي بنروح له إن شاء الله، زي ما أنتم شايفين هنا إن شاء الله بنروح له. القرية بشكل عام ما تجلس فيها أكثر من 6 أيام، وكثيرة جدا 6 أيام، إلا اللي إذا معك جروب، لا تجي 2-3، لازم معك جروب. في بعض السنابات أنا حفظتها من اليوم الصباح، أنا توني ما أخذ حسام، بنزل لكم إياها. أنا أعتذر، ما عندي جيل بريك، فتحملوني. الآن أنا نزلت لكم طريق المتوجه إلى نفس الناشونال بارك. الآن بدخل جوا، راح أفقد الشبكة، بصور لكم برجع. عجزت أنزل الصور للأسف، لكن روح للحساب يا جماعة، ما زالت موجودة حق أمس واليوم، شوفوا الصور ورجعوا لي هنا. بسم الله توجهنا على المنطقة، راح نسوي لكم الآن الجبال حقاتها والهضبات والثلج أيضا. بعد ما نخلص من تغطية المنطقة هذه راح نرجع نتكلم عن السكن ونفس المدينة، إيش فيها وإيش ما فيها، الوسط المدينة، الخدمات. الرحلة هذه جميلة جدا من حيث المبالغ المالية اللي راح تصرفها، ما راح تصرف ولا شيء، صدقوني يا جماعة ما تكلفكم ولا يمكن $1,000 7 أيام ولا 5,000. وأعتذر بخصوص الصور يا جماعة، لكن حاولت أني أدور بريك من هنا ومن هنا، ما قدرت، لكن والله فاتتكم، لكن إن شاء الله إن شاء الله. هذه من أشهر الجبال الموجودة الآن في روكي ماونتنز ناشونال بارك، ارتفاعها 7,500 قدم. لو تلاحظون معي يا جماعة، هنا ما في سنو، هنا ما في سنو، الجهة الثانية في سنو. ليش؟ فرق الارتفاع. خصوصا هل هي عائلية أو لا، هي نعم عائلية لكن شبابية أكثر، خصوصا الطلعات والاكتشافات والأوفرودينج. تمتعوا معي في الطريق اللي احنا نمشي فيها الحين. بقول لكم شيء ثاني عن خصوص الحيوانات الموجودة من هنا. هذه الحيوانات الموجودة غير محمية. وش الحيوانات الموجودة؟ المنطقة هذه معروفة بالذيابة والدباب والغزلان والأرانب، وما
مطلوقة يعني ما هي محمية ولا شيء، تلقاها قدامك وتلقى لوحات انك انتبه ترى ممكن. زي ما تلاحظون كل ما ارتفعنا شوي كل ما زاد السنو عندنا، قبل شوي ما كان في سنو، لكن راح نطلع الحين ونوريكم المدينة نفسها والأكواخ. حتى بالأجهزة اللاسلكية تفقد الشبكة كل ما ارتفعت فوق. جيت بصور الأكواخ لكن طلعوا الهاوس كيبينج ينظفونها، لكن هي هذه وعلى النهر. هذه أسعارها من 250 إلى 300 دولار. المكان جميل جدا وعائلي وشبابي بنفس الوقت، في أكثر من أشياء تقدر تسويها. طبعا هذا الكوخ مطل على النهر لدرجة إنك كنت تاخذ راحتك هنا. اليوم طبخين هنا مقلقل وكبدة وأمورنا طيبة على سنابي، فروح الحق وشوفوها قبل ما تروح. الكل كوخ له جاكوزي حار على البلكونة على المنظر الجميل هذا. هنا حطيت لكم بعض النشاطات اللي يمديك تسويها في القرية الجميلة هذه، بذكر لكم اياها واحدة واحدة. هذا النشاط الاول، تستاجر جيب زي هذا وتاخذ فيه 3 ساعات الى ساعتين، وطبعا باسعار يعني شبه مقبول. اذا تبغى جيب زي هذا اليوم الكامل من 199 الى 249، وعندك الدبابات وعندك الاشياء الجميلة الثانية. وهذه جميلة للناس اللي ما عندهم سيارات 4x4، يركبون السيارة هذه ياخذون لفة على جميع الجبال المعروفة، الشخص الواحد ب 74 دولار. النشاط هذا موجود فقط في الصيف اللي هو محاربة الأمواج، الشخص الواحد 150 دولار لمدة ساعتين. وعندك هنا محاربة الجليد، تنزلون من الجبال الثلجية اللي هو سكينج أو التزلج، الشخص الواحد اليوم 225، هذا أفضل شيء، خذوا يوم واحد يكفيكم. أما بخصوص السكن فهذا أفضل سكن موجود في المكان، آمن وجميل ومريح وفيه جميع المميزات اللي ما راح تلقاها في أي كوخ ثاني. هذه أسعار الأكواخ، طبعا كل شهر له سعر وكل مقاس له سعر. أكبر مقاس عندهم يا طويل العمر 305 دولار. وسط المدينة القرية الجميلة هذه ما في أشياء كثيرة جدا نكون واقعيين، لكن فيها المنتجات نفس القرية من العسل والأشياء الجبلية. ما فيها ولا مطعم حلال أو ذبح إسلامي. قبل ما تيجي هنا وبتخيم تروح لدنفر تاخذ لك من البقالات العربية الإسلامية تيجي هنا. إلى هنا، وأتمنى أنكم انبسطتم معاي على الأجواء الجميلة هذه والقرية الجميلة. حاولت أغطي كل شيء، واعذروني على القصور.